بس صعبة هذه، ها؟ إن الواحد يقبل هذا الحكم، ها؟ ان مراته يتحرش بها، وبعدين القاضي يحكم عليه بخمس جلدات ويروح. وأنا لسه قاتل أبويا وأمي بسبب الدين. ده بقول لك وتتقطع رقبتها، ده بقول لك وتتقطع رقبتها، وبقولها عادي كده، يعني أنا بقول لك لسه تتقطع. شايل، أنا والمدام شايل رأس أبويا وأمي لأنهم ارتدوا عن الإسلام، وبعدين طلعت عشان هذا الإسلام زوجتي تحرشوا بيها، والقاضي طلع لي بخمس جلدات. لا، وانا قلت لك قبل كده يا استاذ محمد، لا هنخلي بقى اللي اتحرش ده خد الزوجه ديت واغتصبها. واغتصبها. ايه الحكم؟ ايه الحكم؟ عارف العلماء قالوا ايه؟ العلماء قالوا حطوا حكم الاغتصاب زي حكم الزنا. زي حكم الزنا. يعني نجيب لو اربع ما كان محصن راح يجلد فقط. بس. اغتصب ثم واحدة، احرمنا من اغتصب هذه واحدة. الشريعة يا رب العالمين، اللهم احرمنا منها حرمانا لا نرجع إليها أبد الدهر. مشكلة هذه الشريعة والله، يعني شريعة كاملة ما فيها كلام عن ال مشكلة والله. طيب الأخوة المسلمين يكتبوا لي رقم 7 إن أرادوا المشاركة. طبعا إحنا كنا ما نريد أن ندخل في مثل هذه الأمور، وإلا كنا على أساس تركنا هذه الأمور يعني من فترة. الناس اللي فقط طالبة جيست يكتبوا 7، ما راح أجلس أدور على حد أنا يعني. الناس اللي أيوة، شكرا شكرا لكم أحبتي. خالد باشا والله مشكلة يا خالد. نعمل ايه بس؟ السلام عليكم. وعليكم عليكم السلام. السلام يا هلا، كيف حال الشيخ محمد؟ أنا بخير، أنت كيفك؟ الحمد لله. إيش من سؤال اليوم؟ أنت مسلم يا مقداد؟ نعم مسلم ولله الحمد. في بلجيكا عندك؟ كيف؟ مسلم في بلجيكا، مقيم في بلجيكا. في بلجيكا. يا اهلا في وسهلا بك بلجيكا. وباهل بلجيكا المسلمه اشقائنا. كيف حالك؟ انت من وين يا مقداد؟ من اليمن. اهلا وسهلا. ايش تحب تشارك يا مقداد؟ احب ان اذكر الناس، أذكرهم بهذا الدين العظيم. بأعظم نعمة أنعمها الله علينا وهو الإسلام. أوكي استمر. الله يحفظك يا أخي، الله يحفظك. لا تستهزئ بديننا ولا تستهزئ بنبينا صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. نعم أوكي. لا تستهزئ بديننا أرجوك يا أخي. فهذا ديننا. مقداد، انتم في اليمن تطبقون الشريعه الاسلاميه، شو بتعمل في في بلجيكا؟ في ايش؟ انتم في اليمن عندكم الشريعه الاسلاميه، شو بتعملون في بلجيكا؟ نبحث عن رزقنا. الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر من مكه، صح ولا لا؟ هاجر عشان الدين، ما هاجر عشان الرزق. هاجر برضو عشان الدين. ما هاجر من دار الكفر الى دار الاسلام. طيب والصحابة لما هاجروا، هاجروا بدينهم وهاجروا بخوفهم تحلى إلى دار الإسلام، وخوفهم كذلك، وخوفهم أيضا من القتل، خوفهم من كل شيء، سهلة. خوفهم من لا مش خوفه من القتل، خوفه من الدين، أنه يفتنوا في دينه. نبحث عن رزقنا، إن أرض الله واسعة. صح. بس ما حكم الذي يترك ديار الإسلام ويذهب إلى ديار الكفر يا مقداد؟ أولا اسمي ليس مقداد، اسمي علي. وثانيا طيب علي حبيبي، آسف. وثانيا
أنا أرى بأن هذا شيء طبيعي جدا، أنه يبحث بعد رزقه، يبحث بعد قوت يومه، هو أفضل أن يكون في بلده. لكن البحث عن رزق الحلال هذا شيء طبيعي جدا. بس أنت ما سمعت قوله سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم، يعني أنتم لو اتقيتوا الله في بلدانكم كان جعل لكم مخرج ورزقكم من حيث لا تحتسبون. طيب إذا كان كذلك، الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا إذا اتقوا الله وخافوا في هذا كانوا صح. إيه، كانوا يتقون الله ويخافوا، عشان هيك فتح لهم البلدان وأنكح وتبقى النساء من يصفر. الرسول الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم يعني إذا كان اتقى الله كان ما عليه حاجة في عند قريش، صح؟ بس ولما هاجر من قريش هاجر إلى المدينة حيث الإسلام والدولة الإسلامية، ما هاجر إلى بلاد الكفر. هذا برضو في نعمة الإسلام كذلك مهما كان. ولكن إذا كان اتقى الله عز وجل كان قصدك أن تختلف الإسلام. يا علي، لا لا، سني والحمد لله. سني سلفي ولا إصلاحي ولا قاعدي ولا داعشي ولا من جماعة هذه من جماعة مين؟ هذه أحزاب ولا دين واحد؟ هذه أحزاب بس. من أي جماعة؟ حنفي ولا هذه أحزاب؟ أما ذا الدين عند الله، إن الدين عند الله هو الإسلام. بس أنت من أي جماعة؟ أي جماعة من هذول ترى أنهم على الحق؟ ما فيش جماعة أبدا، أنا من الكل، أنا مسلم. وكلهم مسلمين والله أعلم. أنت مع الزنداني يعني، صح؟ ما مع أحد، أنا مسلم، ما أتبع أي حزب. لا مش قضية الحزب، أنا ما بسأل عن الحزب، بسأل عن التوجهات الفكرية. نحن إسلام، لا ننظر إلى اختلاف علماءنا واختلاف. وإذا ما أنا مسلم، اختلاف علماءكم ليش تتقاتلون من 30 سنة؟ هذا الأمراء والحكماء الله يهديهم والله يعودهم إلى لا يعني هذا الشعب اليمني كله بيقاتل الكل. إيش بيقاتل؟ والله بيقاتلوا، هي السلفي يقاتل الحكومي يقاتل الحوثي يقاتل القاعدي يقاتل الداعشي يقاتل الإماراتي، الكل بيقاتل الكل. ما فيش حاجة بإذن الله عز وجل، ما فيش، هذا إعلام مزخرف، هذا إعلام مزخرف، لا يوجد شيء، لا يوجد شيء، والله لا يوجد شيء بإذن الله عز وجل. نحن اليمنيين إخوة والعرب إخوة، وأن تريد أن تشوه سمعة الإسلام وتشوه سمعة الإسلام، والله تريد تشوه لحظة المسلمين هم الذين شوهوا سمعة الإسلام، وين ما بيحاولوا يطبقوا الشريعة بتصير حروب عندهم. معلش يا أستاذ محمد، الأستاذ المقداد حضرتك من اليمن، أنا سمعت إن في بنت في اليمن اتجوزت وهي عندها 10 سنين، بيحصل في اليمن الكلام ده أستاذ؟ لا يا أخي، هذا ما تزوجت، هذه أقول اغتصاب. أبوها باعها، أبوها جاهل، كان سكران مثل الآن. لا سكران مثل الآن الملحدين، أشياء السكر عندهم عادي، ولا والرقص والزنا. أبوها كان ملحد؟ أبوها كان سكران. ملحد؟ أبوها كان سكران سكران سكران. أبوها كان ملحد؟ أبوها سكان سكران وليس ملحد. هو كان مسلم ولا ملحد؟ هو سكران. كان مسلم. سكران. أعرف، ما بسأل عن وضع عقلي. هو كان ملحد ولا مسلم؟ أنا عالم تريد إيش توصل، لكن كان مسلم. سؤال غير بريء، هو كان مسلم ولا ملحد؟ كان مسلم، هو مسلم، لكن السكر الرسول الله عز وجل. عندكم أنتم مسلمين، ليش بدك تقطع الآن؟ الآن كثير من بلاد الغرب يسكر يعمل بنته. الآن مثلا لو احنا رحنا الآن، أنتم اعملوا أي مقطع يمني مثلا، طبعا اليمن أغلبه مسلمين، صح ولا لا؟
كلهم مسلمين. راح تشوف ان الواحد هكذا عنده بالونه هون المسكين وجالس بيحشش القاط. هذا كثير كثير من اليمن، القات ولا الخمر والزنا، صح ولا؟ ما حكم القات عندكم يا علي؟ انا بالنسبه لي لا اكله، ولكن لا لا مو الله انت ما راح تاكله. في شيء لحظه، في شيء من السكر. لحظه، اذا انت ببلجيكا الله. اذا انت ببلجيكا يحق لك انك تزرع حشيش بالبيت اصلا على قد الحاجه، يعني ما تحتاج انك تروح تجي تستورد قاط من اليمن، يعني عندك الحشيش جاهز لك في البيت اصلا. ولكن مش عن هذا اسالك، انا اقول ما حكم ماذا قال العلماء في من ياكل القاط؟ الله اعلم، اختلف العلماء، علماء قالوا حلال وعلماء قالوا حرام، وعلماء قالوا فيه لحظة لا 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 لا، مين اللي قال حلال؟ بعض الشيوخ الزيود. اعطني اسماء الشيوخ اللي قالوا حلال. الله اعلم، الله اعلم، انا سمعت من بعض الشيوخ، ما تعرفهمش انت. ما كنت. بعضهم قالوا حلال وبعضهم قالوا حرام، وفي شيء من المسكرات. الان المسكرات، هذا القاط بيخلي الواحد ينصطل ولا لا؟ طيب انت عندك السكر عندك حلال او حرام؟ لحظة علي، القاط يخلي الواحد ينصطل ولا لا؟ والله لا اعلم، لا ينصطل، والله اعلم. اذا ما بينصطل حلال. المهم لا، ما عليك من القاط الان، ما عليك من هذا الشيء. هل انت الان سأسألك سؤالنا، هل انت تحلل عندك السكر عادي او حرام؟ لا لا، انا السكر عندي حرام. والخمر؟ والخمر حرام. والزنا؟ والزنا حرام. والمرأة أن تتزوج أكثر من رجل؟ حرام. أنت مسيحي أو نصراني؟ أنت ملحد أو لا؟ لا ما أنت مسلم، تسب محمد صلى الله عليه وسلم مسلم؟ والله ما أنت مسلم. والله ما أنت مسلم. والله مسلم. والله احنا الاثنين مسلمين، والله مسلمين، والله وراس الصحابة جميعا انا مسلم. وراسك انت؟ وراسي انا كمان مسلم. ليش مسلم؟ تحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ احبه احيانا. نعم. كيف احيانا؟ مسطول. لما يكون مسطول. وقسما بالله، وقسما بالله والذي رفع السماء بالأمد، والذي رفع السماء بلا امد. ما اصير احبه. ولو رفع، والذي رفع السماء بلا امد، لو انا رايتك لامزقك مزاك. قسما بالله والله لاسلخ جلدك. والله لاسلخ جلدك. تسب محمد صلى الله عليه وسلم، والله لو رايتك باذن الله عز وجل، باذن الله عز وجل، واسال الله عز وجل ان لا يميتني الا بعد ان اراك، قسما بالله لاسلخ جلدك، ولو مت اشم الراس. تسب محمد، تسب محمد صلى الله عليه وسلم، تسب محمد صلى الله عليه وسلم الذي بس ما اقدر انقذ الامه، الذي انا ما انا عدواني، انا ما انا عدواني، انا دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بكى شوقا بقتلك لانك تسبه، لانك تشتم محمد صلى الله عليه وسلم. ما بشتمه ما قلت لك بحبه لما بكون مسطول. انت تشتم محمد صلى الله عليه وسلم، تفتى محمد، تسب محمد صلى الله عليه وسلم. ما بسبه، والله ما بسبه، والله تسب محمد صلى الله عليه وسلم. انه نكح طفله عمرها 9 سنوات، شو؟ لا هذا مو السب، فقط لانه اقول له انه كان يتحول الى سردينه بعد ما يجامع 9 نسوان او 10 باذن الله سبحانه وتعالى غسل واحد، هذا مو سب، هذا وصف للحياه. بإذن الله، بإذن الله عز وجل، لا يميتني إلا بعد أرى، بعد أن أراك، لا يميتني إلا بعد أن ألتقي بك بإذن الله عز وجل. علي، ما تشوفها يعني هذه غريبة، أن الحوثيين الذين احتلوا دياركم والإماراتيين الذين احتلوا دياركم والقاعدة التي يعني لعنت أبو سلسفينكم، أنك تارك هذول الناس كلهم جاي لبلجيكا عشان تقتل محمد صالح؟ نحن ناس، نحن أمة عزنا الله بالإسلام، مهما كان فينا حرب وفينا مشاكل وفينا فتن. إذا أعزكم الله بالإسلام، شو جالسين جايين تعملوا وتتسولون الحياة والرزق لدى الكفار؟
نحن أمة وحكماؤنا حكماؤنا بعضهم ظلمة، وسأل الله عز وجل أن يرشدهم طريق الحق، لكن مهما كان نحن أمة ملتزمة، مهما ضيعونا حكماءنا. اسمعوا اسمعوا يا مسلمون، اسمعوا اسمعوا يا في اليمن يعني القاط عندكم وصل لعند الأطفال والكبار والصغار والمشايخ والمثقفين وكل الناس، كل واحد ماشي وبلونة جوة تمه. اسمعوا يا مسلمين، اسمعوا يا مسلمين، ما والله لو كنا أمة موحدة، لو كنا أمة موحدة ما تكلم هذا الخنزير على محمد صلى الله عليه وسلم. طيب خليني أسألك، ليش ما تكلم ليش؟ لا نحن أمة والله ضيعها جهلاؤها. بلاش حط القاط على جنب وركز معي، أنتوا ليش ما تتوحدون في اليمن كأمة مسلمة؟ ضيعتنا، أقولها لك بكل صراحة، ضيعنا تركنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، صح، تركنا تأخر يعني تساهلنا بطاعة النبي، بطاعة الله عز وجل، تساهلنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الله عز وجل يخبرنا في القرآن بأننا إن ضيعنا ديننا وضيعنا سنة نبينا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خصلتان ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. سنتي ولا احنا ضيعنا وحنا ضيعنا هذا حديث، وهذا حديث آخر. بيقولوا عترتي ما بيقولوا سنتي. إيش؟ ليش الشيعة بيقولوا عترتي ما بيقولوا سنتي؟ أنا لا أرى في هذا الشيء. طيب، ولكن خليني أسألك، هل تعتقد أنه حديث النبي ينطبق عليكم حين قال يعني إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى ترجعوا إلى دينكم، هل تعتقد أن هذا الحديث ينطبق عليكم الآن؟ أعيد الحديث لو سمحت. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى ترجعوا إلى دينكم. والله أنا ليس لي في العلم كثير، بس حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له واحد من الصحابة: أو نحن من قلة يا رسول الله؟ قالوا: لا. قال: لا، كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ليش؟ هذا هو الحديث المنطبق، أننا كثيرين لكن ضيعنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ضيعنا ضياع يا علي. هل في إمكانية تفتح الكاميرا؟ لماذا؟ نتشرف بك يا أستاذ، نتشرف بك. هل ممكن تفتح الكاميرا يا علي؟ دكتور افتح الكاميرا أنت. لا أتركك من الدكتور، أنا بسألك هل في إمكانية تفتح الكاميرا؟ لا بإذن الله عز وجل سأكون جلادك وبعدها سأفتح الكاميرا بإذن الله عز وجل. بإذن الله عز وجل. أنت صار لك ساعة تتكلم على أنكم سنة النبي وسلط عليكم الذل وكل هذا الكلام وأنت خايف تفتح كاميرا. أنا ليس في بلدي. على كلامك أنا لست في بلدي. بإذن الله عز وجل. سترى وجهي. يلا تصير فيها يعني بطل الأبطال صح؟ سترى وجهي بإذن الله عز وجل بدون ما ترى في الكاميرا، سترى حقيقة بإذن الله عز وجل. ربنا يستر، والله ما أتمنى أرى وجهك. أنت نحن قوم أعزنا الله بالإسلام. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فما ابتغينا بغيره أعزنا الله. الله أعزكم بالكفار ما أعزكم بالإسلام. أعزنا الله بالإسلام. لو كان أعزكم بالإسلام ما جئتم متسولين عند الكفار. تطلبون منهم الحياة. طيب علي، شكرا كثير. يعني هل انت لا زلت مصر على انك اذا التقيت بي تقتلني ولا تراجعت عنها؟
إذا تراجعت أنت أنشتماك للنبي صلى الله عليه وسلم، أنشتماك للنبي صلى الله عليه وسلم، نحن نحترم الأديان. أنا بسألك سؤال، أنا بسألك سؤال، نحن نحترم الأديان. أنا مثل ما أنا، لحظة، أنا مثل ما أنا، دائما مثل ما بتشوفني مثل ما أنا، راح أبقى هكذا. نحن نحترم الدين، ولكن مش أقل. هل 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 هذا اللي أنا بقوله يستوجب قتلي عندك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، ما تمام الرسول الآن، اترك الرسول في حال المسكين. أنت الآن هذا اللي أنا أقوله هل يستوجب القتل عندك؟ أجبني على سؤالي أجاوبك على سؤالك. هل أنت مسيحي أو لا؟ لا والله، جبني بصدق، والله مسلم، حسبي الله ونعم الوكيل. والله لست مسلم، والله مسلم، والله لست مسلم. هل نحن مسلمين، هل نحن المسلمين سبينا مسيح، سبينا عيسى، سبينا عيسى؟ ايش سبينا؟ ليش سبينا؟ قلت عنه عيسى، هو مش مسموش عيسى، اسمه يسوع. الله عز وجل قال عيسى، لانه ما بيعرف اسمه. الله عز وجل ما يعرف اسمه، ما بيعرف. لو كان يعرف اسمه كان سماه يسوع. طول عمره فاشل في كتابة، كل معلوماته غلط. حسبنا الله ونعم الوكيل فيك، حسبنا الله ونعم الوكيل فيك. ضحك ضحك. بإذن الله عز وجل موعدنا اللقاء بإذن الله عز وجل. متى؟ موعدنا اللقاء بإذن الله عز وجل. هل أتعطر وأغتسل وكذا عشان أدخل على طول على الجنة لما تقتلني؟ بإذن الله عز وجل، بإذن الله عز وجل، بإذن الله عز وجل أنك ستكون خصمي أمام الله عز وجل. لا، أمام الله هذا هنيك عادي جدا. ستكون خصمي أمام الله عز وجل. كلكم راح تتوسلون بي يا علي، عند الله كلكم راح تتوسلون بي عشان أدخلكم الجنة بالواسطة، لأنه كلكم راح تأخذون مقلب. سأريك أنا. الآن أين أنت؟ أي منطقة؟ في أي منطقة أنت؟ عند الله شو راح يصير؟ الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإسلام، على نعمة الإسلام، الحمد لله، الحمد لله إن شاء الله على نعمة بلجيكا، الحمد لله على نعمة القاط، الحمد لله على نعمة الهبل. بس نعمة الإسلام كيف؟ الله أسأل الله عز وجل أن يرده، أن يردك إليه ردا جميلا. الآن بعد القتل رسول الله الهداية كمان جيد. أسأل الله أن يردك، الله أن يردك الله إليه ردا جميلا. وإذا لم يستطع أن يفعل؟ الله عز وجل، إذا لم يستطع أن يردني إليه ردا جميلا؟ مش لم يستطع، إن لم يريد. لا، لم يستطع، لأنه مش قادر. لا لا، هو يريد، هو يستطيع، إن لم يريد. مش قادر. إن لم يريد. الكرسي اللي هو جالس عليه حاطط عليه رجله ما مش قادر. ودعت العرش اللي جالس عليه مش قادر، ودعت الملائكة الثمانية اللي حاملين العرش مش قادر، ودعت الساق اللي راح يكشف لنا إياه يوم القيامة مش قادر. الله قادر على كل شيء. لا، مش قادر على كل شيء. الله قادر على كل شيء. خلينا نعمل تجربة. خلينا نعمل تجربة، نعمل شيء شغلة، ادعو الله انه يعملوا بخلاف هذه. يعني مثلا انا امسك هذه السبحة اتركها هكذا امامكم واقول يا الله خلي هذه السبحة لا تسقط، ويبقى هكذا معلق قدامكم، شو رأيك؟ الله عز وجل يمهل ولا يهمل. اوكي. الله يمهل ولا يهمل. لكن إذا كان شيء يكون فيكون. الله يهمل. لما بيخاف من المواجهة بيروح لعملية المستقبل دائما هكذا سبحانه وتعالى. على العموم أنا أريد استهزئ. علي، أنت عندك تواصل مع الله سبحانه؟ أيوة، سجود. أيوة، لما تسجد المرة الجاية قل لله سبحانه وتعالى محمد صالح صار له 4 أشهر بيبحث عنك في التيك توك، تعال ادخل عنده في البث بده يكلمك. اوكي، بسم الله ونعم الوكيل. صح، سترى
سترى بإذن الله عز وجل، سترى بإذن الله عز وجل. ما أي منطقة أنت؟ أنا في يوتوبوري. ها؟ أه؟ لا والله يوتوبوري في إيش؟ في السويد يا أبو مقدار، في السويد. بإذن الله سأزورك، بإذن الله سأزورك. يلا تعال. أوعدنا اللقاء بإذن الله عز وجل. موعدنا اللقاء تستهزئ بنبينا صلى الله عليه وسلم، تضحك من نبينا صلى الله عليه وسلم الذي أخرجنا من النور. نفسه مسخرة لما صار ينكح أطفال يعني صراحة. عندك بنات لما فيش عندك بنات؟ هذه مسائل شخصية ما بجاوب عليها قدام الناس. مسائل شخصية، والرسول صلى الله عليه وسلم مش مسألة شخصية تتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة فضحته والله. تتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا مو أنا، عائشة اللي فضحته مو أنا. تبا لك. شو كنت أعرف عن حياته؟ ولا حاجة. عائشة اللي طلعت كل أسراره. ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. ستسأل والله، ستسأل بإذن الله. أنت خصمي أمام الله عز وجل. كيف؟ أنت خصمي أمام الله عز وجل. وليش هو مو قادر يخاصمني بنفسه؟ أنت خصمي أمام الله عز وجل. ليش هو مو قادر يجي يقول أنا خصمك؟ أقول له ما خصمه. الله عز وجل يمهل ولا يهمل، سترى بعينك. أسارة، نعم صح. سترى بعينك. حبنا الرسول صلى الله عليه وسلم، أنت مسيحي، أنت مسيحي، ونحن لا نخطئ. متواصل لك خلاص علي. يا عم. علي خلاص، شكرا لك لمشاركتك حبيبي، أهلا وسهلا بك. جميل علي، رغم أنه أنت عارف الناس دي طيبة، بس طيبة الشريعة خلتهم. شفت اللي ما خلت حدا يعني، دمرت أخلاق الناس على إنسانيتهم. هذا تعرف الشعب اليمني يا أخي دكتور خالد، طيبين جدا، أجمل الشعوب العربية، من أجمل، طيبين فعلا جدا يعني. تواضع، حب، صدق، يعني سلاسة في التعامل، يعني هكذا تجلس معاهم ما تحب تطلع من عندهم، عرفت كيف؟ ورغم هذا شوف، هذه الشريعة حولتهم لشو. طيب السلام عليكم. السلام عليكم. وعليك السلام، يا هلا. اخوك من المغرب. يا هلا، يا حي الله للمغرب. طيب يا ياسينوفيتش، انت مسلم يا ياسين؟ الحمد لله. طيب عن شو تحب نتكلم يا ياسين؟ بعد كنت ملحد، كنت ملحد يا اخي. كنت ملحد وصرت مسلم. والحمد لله. اوكي، هذا جميل جدا، بس تعرف انه انا مسلم، يعني انا راح اقول لك الحمد لله على السلامة. اهلا وسهلا بك في حضن اخوك، يعني تعال تعال لحضن اخوك. ما الحمد لله على السلامة، والحمد لله الذي يعني انجاك من الالحاد ومذاهبه المتعددة. طيب يا ياسين، عن شو تحب نتكلم من امور الشريعة الاسلامية؟ اللي حبيت، اللي جت على خاطرك يعني. نعم، انت اللي طالب جيت، المفروض انه انا كنشوف مواضيعي انا مزعجه يعني، بتكون محرجه احيانا. ما عنديش مشكله اخي، انا شفتك انت تتكلم على عائشه رضي الله عنها، كتقول هي زعما تزوجها الرسول على 6 سنوات وما نعرف واش كتقول. وانا قريت هذه الاحاديث، ماشي ما قريتهمش، قريت اكثر مما تقول انت، قريت شي احاديث ما بغيتش نقولهم. شو رايك بهذا؟ شنو رايي يا اخي في كتب الحسن والحسين؟ هذا الشيء كل شيء يا خويا مدلس يا اخي، غير باش تفهم. هو فيه لحظه ياسين، يعني اللي كتبوا البخاري هذول مدلسين؟ هو بيان سور يا اخي، كاين احاديث داخله تما ما قالهاش الرسول عليه الصلاه والسلام. يعني البخاري كان كذاب؟ ماشي كان كذاب، ماشي كان كذاب، هو كان يسمع من الناس ويكتب يا أخي. لا، البخاري كان يتبع طريقة علماء الحديث في الكتابة. هو جمع، شكون اللي جمع الأحاديث؟ كيف؟ من جمع الأحاديث؟ شكون اللي جمع الأحاديث؟
يعني هو كان مثل يروح ما يسمع بيقول من المشايخ ويكتب عنه. يكتب يعني يا اخي، يقدر واحد يكذب عليه، يقدر يكذب اون بليس. احنا كنعرفوا في الدين الاسلامي ان الكتب السماوية اللي قبل كان فيها تدليس تدرح، الور ما قدروش يلعبوا في كتاب الله، لعبوا في حاجة اخرى يا اخي ومين قال لك ما الكتب. لعبوا في كتاب الله؟ أكيد لعبوا في كتاب الله، إذا لعبوا في البخاري لحقاش كتاب أكيد راح الله يكونوا مرقوم لعبوا في يا كتاب اخي. الله. انا نفهمك، انا نفهمك يا اخي، محمد كان عنده علم وراء النظر العقلي، ما تفهموش مين ما كان عنده تستقبلش. علم؟ مين كان عنده علم؟ محمد عليه الصلاة والسلام، شو العلم اللي كان عنده؟ هو رجل أمي أصلاً، لا يقرأ ولا يكتب. شوف ماشي الانسان اللي هو مقاري معالم، هو زعما ماشي العلم كيكون يا اخي في ربي كيعطيه للانسان. حنا باش لا الله كنفهموا ما الحياة، بيعطي علم لحد. اسمح لي يا اخي، حنا باش بحياتك شفت واحد، لحظة، بحياتك شفت واحد هكذا فجأة صار بروفيسور؟ ما يوجد هذا الكلام. العلم بالتعلم، ما في هذا الكلام. ما بالتعلم تروح جاء، تتعلم ما ولكن يستفيد هو الحكم. جاء عنده الوحي يا اخي، هو جاه الوحي يا اخي، كيف؟ جاه الوحي يا اخي، ما هو إلا محمد الوحي، جاه هذا الوحي. كله كلام غلط. انت كيبان لك غلط لحقاش يا اخي، انت مع يا عم العقل اتكلم ديالك. عربي، انا عندي صعوبة اني افهمك صدقا علي ياسين حبيبي، عندي صعوبة اني افهمك، حاول تتكلم عربي يعني ارجوك. لحقاش انت عقلك ما قدرش يستوعب هذا الشيء يا اخي، كل واحد العقل دياله. علاش الله من جا الملاك عند محمد قال له اقرأ؟ لانه ما كان يعرف فيه. بيان سور، وجبريل انت هذا وجبريل كان الشيء، بده يستوعب اسمع اللي هو ما بيعرف يقرأ. انت هذا الشيء اللي هو انت تتكلم عنه الان، وهذا الشيء انت كون ما قرأته لو تقرأه حتعرفه، لم تتعرف على ياسين والله والله بحب يعني بصرف مجهود عشان افهم كلامك، اذا تقدر تتكلم باللغه العربيه الفصحى بكون لك من الشاكرين، لانه بركز عندي لدرجه اني بفقد القدره على فهم الكلام يعني اسف. شوية مشكل في اللغة العربية، ولكن يا أخي قلت لك زعما أنت كل هذه الأشياء اللي أنت تقولها أنت من جبتها؟ أنت قرأتها لانه انا ولو بعرف اقرا، انا مثلا ممكن تقول انه عندي علم، ولكن النبي محمد عليه الصلاه والسلام ما كان عنده علم. ليه؟ لانه ما كان يعرف يقرا، ما كان يستطيع، فقط يجيبوا له حكاوي يصدقها. عشان هيك لما اجى كتب القران وقال لصحابته اقرأوا هذا القران، ما كان يعرف اي حاجه يعني، كان طريقته جدا سيئه يعني، لذلك القران يعتبر كتاب سيء جدا من ناحيه الصياغه. انت من جبت هذا الشيء يا اخي؟ القرآن نفسه، القرآن نفسه انت لما تقرأه انا نعطيك يعني مثال، انا مثلا نعطيك مثلا 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 لما 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 أنا أقرأ القرآن أشوف قصة في مكان، بعدين جزء منه في مكان ثاني، جزء منه في مكان ثاني، ثم يعاد نفس القصة، نفس الرواية، نفس الاسم، وقصص ثانية مطولة، قصص ثانية قصيرة ملهاش معنى. القرآن ليش؟ لأنه ما اعطيني كان يعرف حاجة ما يكتب. عندهاش معنى في لحظة القرآن. بتكلم لأنه ما كان يعرف يكتب، يدون، يضبط الكلام عنده، كان يعتمد على غيره يكتب له هذه الروايات، فالناس اللي كانت تكتب له ما كانت تكتب له بطريقة صحيحة. زعما الناس اللي كانت تكتب لمحمد ما كانت تكتب له بطريقة صحيحة، هكا طبعا بغيت تقول طبعا لي؟ ها؟ طبعا هو كون ما كانش القرآن يا أخي تكتب القرآن، هو ربي كما يقول لك كتاب مرقوم يشهده المقربون. كاين علم اسمه علم الأرقام يعني يا أخي. مرقوم. مرقوم هو أنا نعطيك بار اكزومبل، هي الصلاة بار اكزومبل تذكر 99 يا عم مرة في اتكلم القرآن. عربي لآخر مرة، وترى عندي صعوبة أنا أفهمك يعني صدقا، عندي صعوبة أفهمك يعني. نعطيك مثال، الصلاة قالها الله في القرآن 99 مرة، عرفت ليش؟ ليش؟ لأنها الصلاة لله، لأنه هو عنده 99 اسم. مين قال هو هذا الكلام؟ أنا كنقول لك لأن لا الله انت ما قال. يهم شو بتقول، مين قال هذا الكلام؟ أنا مين كنقول لك قال مثلا، هذا الهابد كله؟ أنت يبان لك هذا الشيء يا أخي، أنت مين ابحث. قال هذا الكلام كله؟ مين قال يعني انه ذكر 99 مرة واسماء الله 99 اسم؟ 99 ثم ان اسماء الله اكثر من 99. هو عندنا في الأرض يا أخي لا، 99 أسماء الله بارك أكثر الله. من 99، هذه حجة باطلة، حجة يعني ساذجة مع احترامي الشديد.
علاش هو في الدنيا عندنا 99 يعني. لا مش في الدنيا، حتى في الدنيا يعني. هو انت منين عرفت انه عنده 99 هسه؟ هما الناس جبتوهم من القرآن الرحمن لا مش الرحيم. الناس، اذكر لي 99 هسه منين جبتهم انت؟ عندنا احنا في القرآن ال 99. لا ما فيش في القرآن، اذكر لي الآية التي تقول ان لله 99 اسم في القرآن، وين هذا؟ من هو الرحمن؟ ما اذكر لي 99 اسم بالقرآن. الرحمن الرزاق. عد لي اياهم، عد لي اياهم. اثنين. انت تعرفهم يا اخي؟ لا ما بعرفهم، انا بعرف الماكر، بعرف المستهزئ، بعرف ال ال بلاش اقول كلام ما راح يعجبك. زيد يا اخي زيد، انا عرفت، انا اعرف هذا الشيء، لان انت ما تعرفش انت تعرف بان انه والله ماكر؟ اسمع اسمع يا اخي، فعلا لا هو جاوبني ماكر مع جاوبني، الماكرين. هل تعرف ان الله ماكر؟ هو ماكر مع الماكرين يا اخي. اي نعم، هل تعرف انه ماكر؟ اعلم انا بانه ماكر مع الماكرين. يعني هو ماكر صح؟ مع الماكرين. لا هل تعرف الله مش مع الماكرين ماكر، الله ماكر مع الماكرين يا أخي. هو ماكر يا عمي، هو ماكر مع الماكرين. ماشي بتدخن؟ مش كل مع الناس يا أخي. أنت بتدخن الآن؟ لا ما بش بدخن. ويش المشكل؟ ويش المشكل انا بندخل يعني؟ ويش زعما انا مسلم؟ اسمع اسمع اسمع، نقول لك واحد الحاجه، زعما انا مسلم، انا مسلم زعما خصني ما ندخل ما ندير والو، انا في الارض. نعم هذا هو المشكل. ياسين ياسين حبيبي، شكرا كثير لك، انا جدا اسف حبيبي، بس صدقا يعني اللغه ما تسمح انه نعمل حوار جميل يعني. يعني بجد استهلكت كمية من التركيز، يعني ما أقدر أركز في الكلام، يعني بيكون عندي صعوبة شديدة. معلش يا أستاذ محمد، أنا عايز أقول كلمة بسيطة. إحنا لما كنا بنتكلم على موضوع القتل، وإن أنت قلت إن يبقى في قاتل وبعد كده ممكن يتوب عادي، فكان بيكلمنا قال لا 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 القتل لا، بس أنا عايز أقول حديث القتل لأن هنحتاجه عشان الزلزال. الحديث بيقول ان في عبد قتل 99، سأل عن اعلم اهل الارض فراح لراهب، قال للراهب انا قتلت 99 هل لي توبة؟ قال له لا، فقتله، فكملهم كام؟ 100. دلوه على واحد تاني قال له انا حصل مني كذا وكذا وقتلت 100، قال له اطلع على ارض كذا وكذا، يروح على الارض الفلانية، روح. فهو رايح في الطريق مات. هو رايح في الطريق مات، فاتخانقت عليه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ده يقول انا هاخده لانه كان رايح يتوب، وده يقول لانه لا ده الراجل قتل 100 فما تبشي، فده ايه نوديه جهنم. فشوف بقى الاله العظيم هيتدخل ازاي، وده هنحتاجه بقى. الاله العظيم قال ايه؟ قال قيسم قيسم بينه وبين ارض اللي هو كان فيها قبل كده اللي قتل فيها الناس، والارض الكويسه اللي كان رايح لها، وشوفوا هو اقرب من اي ارض فيهم يدخل الجنه او يدخل النار حسب الارض. وعمل ايه بقى؟ وحرك الارض الكويسه يقربها للقاتل، وبعد عنه الارض الوحش. ولقوا الملائكه الرحمه الحمد لله لقوا في شبر شبر بينه وبين الارض الطيبه بعد الغش، بعد ما الله تدخل. فالله الغش. عشان فالله تدخل عشان هذا الرجل، حرك الارض عشان يدخله الجنه. وطبعا دلوقتي في المغرب الشعب العظيم الناس الطيبه الغلابه بيحرك الارض عشان يطربق البيوت على دماغتهم، يعني بحرك الارض عشان يطربق البيوت على دماغتهم ودماغ العيال يعني الصغيره. حرك الارض عشان ينقذ واحد، ايوه اللي هو اصلا قاتل، اللي هو اصلا قاتل. والحديث في صحيح البخاري، الحديث في صحيح البخاري عشان ما حدش يسال الحديث فين، الحديث في صحيح البخاري. وكلمه قبل ما انزل استاذ محمد، في 2022 كوكب اليابان حصل فيه زلزال بقوة 7.3. اليابان الملحدة الكفرة الزنديقة
اللي الله بعت لهم زلزال 7.3، مات فيه 4، عدد القتلى فيه 4. ليه؟ لأن اليابان دولة علم، دولة علم عرفت إزاي تحارب هذا الموضوع. إنما الزلزال اللي حصل في المغرب، الناس الطيبة الغلابة اللي مش مستعدين لأي شيء، هذا الإله العظيم القدوس بعت لهم زلزال طربق البيوت على دماغتهم، وإلى الآن الوفيات معدية 2200 أو 2100. فنشكر يعني هذا الإله ونقول له الحمد لله على نعمة الإسلام، وإحنا شايفين النعمة بصراحة يعني شايفينها في كل الناس الطيبة في المغرب والناس الطيبة في ليبيا، شايفين النعمة شايفينها جدا في هناك. شكرا لك يا أستاذ محمد، حياتي ليك، معك حبيبي، وأنا معك على السمع. تمام. لعنة الله عليك وغضبه وعذابه، جالك الموت يا تارك الصلاة. مين اللي بيتكلم معي؟ محمود، من وين انت صديقك يا محمود؟ المسيحي، ها؟ من مصر، من مصر. شو قلت مسيحي شو؟ مسيحي، انت طلعت عليا قبل كده ان انا مسيحي، انت مسيحي؟ انت قلت عليا قبل كده مسيحي ومقتنع يعني ان ما انا بعرف، يعني مسيحي. ما بعرفك اصلا عشان اقول عنك مسيحي ايه ولا خلاص، مسيحي. مسلم افتح مسلم الكاميرا يا صنع. محمود، محمود افتح لا، الكاميرا. ما بفتح الكاميرا. طيب انت كنت يلا بتكلم معلش، كنت خلاص خلاص بتكلم وجهك عوره معلش. طيب يا محمود، ليش يا تلعني استاذ برايك؟ محمد، لحظه محمود، انا اريد اكلمك، انت ليش بتلعني؟ ما مش هقول لك السلام عليكم. انا انت لا ما لا يجوز عليك لا السلام، معلش معلش، بغض النظر انت ليش بتلعني؟ ما يجوز عليك السلام، انت مش مسلم. طيب، لا يجوز السلام، ليش بتلعني؟ ما انا بقول لك عشان انت كافر. وهل اي هقول لك كافر انت لما بتلقاه بتروح تلعنه؟ لا، مش اي كافر، لما يكون مخصوص، لما يكون كبير الكفار وداير ينشر الكفر بلعنه طبعا. انت مرتد. طيب يعني ما حكمي انا عندك يا محمود؟ ما انا اتكلمت معاك قبل كده يا استاذ محمد في الموضوع ده. والله حكمك مش القتل متذكرك يا محمود، معلش. حكمك القتل يا استاذ محمد، حكمك القتل. حكمك القتل يا استاذ محمد، يا نهار اسود. ايوه. وبعدين انت بتقول له افتح الكاميرا، ما يفتح الكاميرا. انت متفق، انت حضرتك متخيل ان المسلمين دول متخلفين او جهله؟ هو مسافر اكيد في دوره متخلفين. اوروبيه، يفتح الكاميرا والبث مسجل، هوب لا بلاغ، لا لا، يتمسك ويترحل. مش الفكرة، مش الفكرة، لأنه أنا والله بشوف هذا صدقك إنه يا هذا كذا. المسلمين، لحظة لحظة محمود، أنا أريد أتكلم معاك يعني اليوم صراحة، بما إنه أنا أنت بماذا أحللت دمي يا محمود؟ بالشريعة الإسلامية من وين؟ من الشريعة الإسلامية بيقول اقتلوا محمد صالح. يقول يقتلوا المرتد. وين قال هذا الكلام؟ من بدل منكم دينه فاقتلوه. يعني أنت مع قتل المرتد؟ أيوة، مع قتل المرتد. أيوة حتى لو كانوا أهلك يا محمود؟ أيوة، حتى لو كانوا أهلي، إيه المشكلة؟ ربنا سبحانه وتعالى أمر بذلك. أنا مش ليه هاجي ليش أبدل أمر كلامي. بقتل المرتد برأيك؟ برأيي قلته لك قبل كده برضو، والله مش متذكرك، مش متذكر يعني معلش. لأنك أنت تمثل خطر على الإسلام. يعني انا الان محمد صالح المعاق العجوز امثل خطر على الاسلام، معقول هذا الكلام؟ بالعقل يا أستاذ، بالعقل، بعقلك، بالكلام. أنا مش طيب، ما كيف هو هذا الخطر الذي انا امثله وانا لا احمل السلاح ولا احرض على عنف؟ ما هو الحرب الفكرية دي أشد خطر من القتال بالسلاح. كيف يعني انت مثلا ترى انه انا يعني كيف؟ ما فهمت الكلام والله. الحرب الفكرية دلوقتي، احنا دلوقتي مش في عصر الحروب بالسلاح وبال في عصر الحروب الفكرية، الحروب الجيل الخامس. بس يعني هذا يعني الآن أنا كيف أمثل خطر على الإسلام يعني؟ انا بقول لك، هقول لك انا ليه الكافر. انت الكافر هو معروف انه كافر وخلاص، لكن انت يعني انت عمال تتباهى بالعلم اللي عندك. العلم ده خلي بالك هيكون حجة عليك يوم القيامة. يعني انا طيب اتباهى أنا بجهلي. أتركك من يوم القيامة، بس خليني أنا أعرف ليش أنا خطر يعني، عشان يمكن
في شغلات انا ما بدي بتمثل خطر، بتمثل خطر على شباب الاسلام. انت عمال ليه؟ تنشر الالحاد، عمال تنشر الالحاد وتشتم في الله ورسوله، الكلام ده كله بيخلي الشباب الصغير يتشكك من دينه ويرتد. وفي شباب زي الفل كتير والله. هل تعتقد يا محمود انه انا ممكن اخلي او ممكن كلامي يخلي الشباب المسلم يرتدوا عن الاسلام؟ ايوه فعلا، ايوه ده حقيقه واضحه. تشوف كم واحد بيخش معاك على البث بيقول لك انا متابعك من زمان وصرت وارتديت والاسلام ده فيه وفيه 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 بسببك انت. امال بسبب مين؟ انا بجد والله مش انا طب انا مش عايز. ممكن اسالك سؤال يا استاذ محمد؟ انت ليه، انت بعلمك ده كله ليه ما قلتش ابقى في السيف سايد مثلا واخترت انك تهاجم الاسلام؟ طب ما انت العلم اللي عندك. شو معلش، انا ما بعرف هذه الكلمات. اكون وين؟ تبقى في الجانب تبقى في الامان، يعني تامن نفسك، يعني ممكن تكون الاسلام دوت صحيح ومن وجه من او هو الحق مثلا، فليه ما تقولش ان انت تخليك مسلم وما تطلعش تهاجم الاسلام؟ والله اذا طلع في دين وفي اله وفي محمد. انا مسلم، شو اسوي لك اكثر من هذا؟ لا انت مسلم، اثبت لي انت مسلم ازاي. انا عايز نفسي اسالك. انا بقول لك انا مسلم. الاسلام بتاعك ده شكله ايه؟ ايوه الاسلام بتاعك ده شكله ايه؟ بتصلي بتصوم ليش ما احتاج لا اصلي ولا اصوم؟ يبقى مش مسلم. يعني اللي لا يصلي ولا يصوم هذا مش مسلم عندك؟ لا مش مسلم. وتقتله كمان؟ لا ما اقتلوش كمان، بس اللي من انكر معلوما من الدين بالضروره يبقى كافر ويقتل. يعني اللي بيصلي اللي ما يصلي وهو عاصي، غير اللي ما بيصليش وهو منكر اصلا للصلاه. اوكي طيب انت الان بسبب هذا اللي انا بقوله بتقول لي انت ليش ما تكون مسلم وتلتزم على الاقل، يعني يكون عندك حاجه تحاجز بها عند الله، صح؟ تكون في الامان. يعني افرض من وجهة نظرك مثلا. قل لي كيف أكون بالأمان وأنا مش قادر أقتنع بأن الإله هذا أو النبي هذا عندهم أخلاق؟ طيب يعني أنت اللي عندك أخلاق؟ لا بغض النظر، أنا كيف أقدر أنه أحترم هذا الإله والرسول وأنا أشوف أنهم معدومي الأخلاق؟ لا بالعكس، عندهم اخلاق وعندهم كل حاجه. انت دي من وجهه نظرك انت المريضه، لان هم ما عندهمش اخلاق. لا مش المهم، مش افهم الفكره محمود. تفضل. الان بفكر معك بصوت عالي. تفضل. انا كيف ممكن اكون على هذه المساحه اللي انت وها في هذه الدائره اللي انت تتكلم عنها، ورغم ذلك انا مش قادر اقتنع بانه هذا الاله وهذا النبي عندهم اخلاق؟ ممكن تكون انت ما اعرفش انت بتفكر ازاي اصلا. انا ما اعرفش انت تفكيرك ازاي. انا مثلا صعبان عليا كيف افكر. مثلا اعطيك كيف انا بفكر. انا لما مثلا بشوف اذا كان هذا الاله موجود، هذا الاله مثلا لو هو موجود مثل ما الله في القران وفي السنه وفي يعني اله المسلمين مثلا على سبيل المثال، بشوف انه هذا الاله عنده مشاكل أخلاقية لا تعد ولا تحصى. على سبيل المثال هو عنده كل القوة أنه يمنع اغتصاب النساء واغتصاب الأطفال، ولكنه ما بيعمل، بيجلس هكذا بيطلع على الناس لين ما هذه المرأة تموت تحت الاغتصاب وتحبل من الاغتصاب، ولين ما هذا الطفل يموت تحت الاغتصاب، مثل ما قبل يعني أسابيع كانت في طفلة في مصر عندكم، لا مش في مصر آسف، في لبنان، كانت اغتصبت من خالها، إنسان قندرة يعني، وطبعا المحكمة حكمت بإعدام الأب بإعدام الأم والجدة والجد والخال، لأنهم كلهم كانوا تواطؤوا على اغتصاب هذه الطفلة وعلى كتمان هذا كذا. الآن هذا الكلام كرر مئات المرات في الحياة. هذا الكلام، هذا إله هذا لو عنده ذرة من الأخلاق، ذرة من الرحمة، ما يخلي طفلة
تعاني من ألم الاغتصاب في شرجها وتبقى تعاني 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 لين ما تموت. هذا مثال بسيط جدا. وهذا المسلم، وهذا الرجل المسلم الذي اغتصب هذه الفتاة، لو تاب توبة نصوحة في نهاية المطاف راح يدخل الجنة، حتى لو احترق يعني دهرا من الزمان في نهاية المطاف راح يدخل الجنة. كيف أنا الآن يعني الآن أنا أشوف محمود الآن، أتركك من 2000 شخص جالسين بيسمعونا، أوكي؟ خليني أنا وأنت نتكلم مثل 2 متحضرين، 2 أصدقاء، أوكي؟ تفضل. وأنا هذا الكلام ناقشته مع خاصة خاصتي، يعني أقرب الأخوة لي، أقرب الـ 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 الناس اللي كنت أثق فيهم يعني. الآن أنا الآن بما أنك تكلمت معايا بهذه الطريقة، أنا الآن كشخص هكذا جالس، كيف ممكن أحترم من جواتي، أحترم هذا الإله الذي يرى هذه المعاناة، هذا الألم وهذا الوجع وما يتحرك، بينما أنا أشوف أي إنسان لديه ذرة من الشرف، ذرة من الكرامة. الآن أنا مش إنسان مقعد، يا والله لو شفت شغلة مثل هاي والله مش راح يعني أدافع عن هذه الطفلة وما أخلي حدا يوصل لها. لو اضطريت أني أزحف على الأرض وأمسك برجل المغتصب وأعض بسناني حتى لو ما كان معي سلاح عشان أعطله، ما راح يعني أخلي هذا الحقير يغتصب هذه الفتاة وأنا فيها نفس واحد، عرفت كيف؟ وأعتقد أي إنسان عنده شرف، عنده أخلاق، عنده إنسانية، ما يمكن أنه يقبل بهذا الكلام. بينما هذا الإله السيكوباتي ينظر، طبعاً هو ما فيش إله لا سيكوباتي ولا حاجة، ما نعرف، ممكن يكون موجود يعني، ما يمكن يكون موجود، ولكن حتى لو كان موجود هذا الإله ما يستحق الاحترام، ما يستحق التقدير والتبجيل، وأن الواحد يضع رأسه على الأرض ويرفع مؤخرته إلى السماء عشانه، ما يمكن. هو أنت برضو مش هتعيش في المدينة الفاضلة. ما بدي أعيش في المدينة الفاضلة، ولكن هو قادر أنه يخلي لنا الحياة مدينة فاضلة. لا ماشي، قادر وكل شيء، لكن اختار يعطي إرادة لإنسان حقير يختصر فيه فتاة تموت، هذه الفتاة طفلة. طيب وإيه المشكلة؟ هو مش اختار ولا حاجة، هو كل شيء مكتوب، كل شيء مكتوب وربنا كاتبه وعالم به، ولكن لأنه مجرم عديم الأخلاق عشان هيك بيكتب الشغلات مثل هاي. لا ربنا أعطى الإنسان الاختيار، ومسألة الجبر والاختيار، هو كان عارف إذا أعطاه الاختيار راح يختصب طفلة ولا لا؟ إيه كان عارف إنه يختصب طفلة، أيوة عارف. طب ليش يعطيه اختيار وإرادة وحرية وهو عارف إنه راح يقتل طفلة بالاغتصاب؟ ليش؟ طيب هو شقي وسيحاسب يوم القيامة، يعني هياخد جزاء. ليش يعطيه أصلا؟ ليش يخلي هذه الطفلة تعيش هذه المعاناة؟ ليش؟ الدنيا دي دار اختبار، فيها الصالح وفيها الطالح. مش مهم الدنيا كلها، عرفت كيف؟ يعني المفروض أنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. ليش يخلي طفلة تغتصب وتموت تحت الاغتصاب؟ ليش؟ طيب انت ما ادراك، ممكن ربنا يكون شايل لها حاجه اكبر يوم القيامه. ما يمكن يشيل لها اللي بده اياه بدون ما يخليها تتعرض للاغتصاب. انت بتهيالك ان الدنيا دي نهايه العالم يعني؟ الدنيا مش دي مش متهيالي، مش متهيالي حاجه. انا اقول هذا الاله لو عنده ذره من الرحمه، من الشرف، من الاخلاق، من المروءه، من الشهامه، من عدل، ما يعطي إرادة لإنسان عشان يغتصب طفلة حتى الموت. ليش؟ لا عادي، أنا شايفها عادي. ليش يعطي إرادة حرة؟ ليش يعطي يا حبيبي افهم، ليش يعطي إرادة حرة لكائن حقير سافل عشان إنه هو بيعرف راح يجي يغتصب هذه الطفلة ويخليها تتوجع وتتألم أيام وليالي، ويمكن على فكرة هذه الطفلة تكبر
وتعيش مع هذه المعاناة وبعدين تقوم تنتحر، لأنه في أطفال تعمل هذا الشيء، عرفت كيف؟ وممكن تبقى هكذا مثل هذه الطفلة اللبنانية وتبقى أيام وليالي ومن الوجع. يعني أنت 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 إحنا إمساك، عرفت كيف؟ يصير عندنا يعني وجع في الشرج، عرفت كيف؟ تصور طفلة صغيرة تغصب من الشرج، عرفت كيف؟ أنت مستوعب حجم الألم هذه الطفلة اللي عانتها وهي تحت هذه رحمة هذا القندر، هذا الإنسان اللي كان يمارس معاها هذا الفعل الوحشي، وظلت تتألم وتتوجع وتتألم لين ما ماتت. ثم بعد هذا أنا والإله كان قادر يمنع هذه الليلة بأفضل طريقة ممكنة. أنا هذا الشخص أعطيه إرادة حرة بس ما أخليه يقترب لهذه الطفلة، وهذه الطفلة يعني أقل حاجة عشان أنتوا على الأقل يوم ما تجون تدافعون عنه يكون عندكم نوع من المنطق في كلامكم. هذه الطفلة كانت ممكن أنها تولد تموت يعني بدون ما كذا، والله يدخلها في وين ما بده. ليش يخليها تعاني كل هذا الكلام؟ ليش؟ وانت كنت مكانها وعارف ان هي بتعاني وبتتألم ولا لأ؟ يمكن ربنا رحيم، رب زي ما ربنا مثلا لما قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، إبراهيم اتعذب في النار ولكن ربنا خلاها بردا وسلاما عليه. يعني ممكن تكون الطفلة مش حاسة وربنا بخفف عليها الألم والعذاب. كافي محمود، أنا ما أقدر أكمل. الحياة صعبة يعني ما يعني الواحد بيود بيجي ما يكون صعب. أنا آسف، أنا يعني بجد معدتي صارت تلعب، ما أقدر أكمل لأنه مش قادر أقدر. طيب يا أخوة شكرا كثير لكم.